النضال والصمود لكل الإطارات السياسية والمدنية والحقوقية الحاضرة معنا. الكونفدرالية الديمقراطية تنظم تجمعات جماهيرية على المستوى الوطني ومن بينها تجمعات في مدينة تطوان من أجل رفض المطالب التي لم تنجز من طرف الحكومة ورفضنا لترفض كذلك زيادات في الأسعار المختلفة كذلك وفرض كل القوانين ورفض كل القوانين التي تمس حقوق الطبقة العاملة بما فيهم حق الإضراب بما فيهم تراجع عن الأسعار بما فيهم المحروقات. إذن سنضال من أجل رفع هذا الحيف والظلم على الطبقة العاملة وتحية وشكرا. اليوم جينا نتجو على الغلاء اللي كاين كنعيشوه داخل البلاد، وهذا السيدتي دعات الى هذه الوقفات عبر المغرب كامل عن جميع المقرات ديالها، وبالتالي هذا تعبير عن الغضب اللي وصل ليه العمال والعاملات والموظفين وعموم الشعب المغربي، لانه احنا معنيين بهد المستوى المتدني في ضرب القدرة الشرائية وكذلك عدم الزيادة في الأجور وتملص كذلك الحكومة من الوعود ديالها والاتفاق والبنود التي جاءت في اتفاق 30 أفريل 2022. نحن الآن نعبر بجميع مكوناتنا المناضلة والعمال والعاملات اللي كاينه هنا مدينة تطوان، وتنضرب لكم موعد إن شاء الله بأنه مازال سنستمر في درب هذا النضال إلى حتى نحقق الهدف المنشود، وهو الجلوس مع الحكومة في حوار حقيقي وجاد من أجل الرفع من الأجور وكذلك من أجل إنهاء هذا الغلاء وهذا الغضب الشائع داخل الجماهير الشعبية. شكرا لك. شكرا شكرا. نحن اليوم أتينا هنا تلبية لنداء المركز الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذي دعت إلى هذا العرس النضالي الذي كان اليوم في هذه الوقفة الاحتجاجية الحاشدة والتي كانت فيها جميع الفئات المجتمعية والتي نعبر بها عن الوضع المأساوي الذي آن إليه المغرب وعلى الوضع الشغيلة بصفة عامة التعليمية وجميع القطاعات والشغيلة العمومية. فنحن نقول لا للغلاء، لا لهذا الوضع، لا للاحتقار الاجتماعي، نعم للحرية، نعم للكرامة، نعم الاجتماعية. كل الشكر، كل الشكر للمكتب الوطني الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على هذه الوقفة الاحتجاجية اللي كانت في واحد المستوى جد رائع. نقول دمنا ودمتم للنضال أوفياء، وتحية نضالية عالية لكافة شرائح المجتمع المغربي وعلى رأسها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي نظمت هذه الوقفة. تحية للجميع. النشيد الكونفدرالي وتحية للجميع.